تمام؟ وايش اسمها 7-0؟ ايش كنت ايش اسمها قال؟ في ايش اي رقم كنت 100% وشيل الجيم وحط لها ايه؟ سالب من هنا مش مع الشباب تمام؟ طيب نرجع نقارن الطرف فعلا يمين بالطرف هذا اللي هو في الفورميشن تمام الفاصل هو بالفورميشن اكس في بالحرف بس هنا صار في عندي اي ناقص ايش؟ جي اوميجا ان طيب عندي خيارين دائما عشان احصل هذه اي جي اوميجا ايش بخليها هنا؟ ناقص يا بشيل ان وحط بدلها ناقص ان يا بشيل اوميجا وحط بدلها ناقص اوميجا لو شلت ان وحطيت بدلها ناقص ان مين بغير عندي؟ تسوي كل شيء بحصل ببعد شو بشيل الحل الوحيد ايش اسوي هنا؟ ريبليس اوميجا بيش باي دايركت ايش بصير هذه؟ يعني بتعمل كان ايش؟ ريفيرس للتالي لو عملت ريفيرس للتالي ايش بحصل؟ ايش بصير هذه؟ اي ايش؟ قارن هذه وهذه نفس صحيح فهي عملت ايش صارت معايا؟ واي اوميجا ايش بتساوي شباب؟ اكس كل بيجيب ايش؟ نفس النتيجة بس أسهل صح؟ إذا تذكروا حل ما فاتت خربطنا أنا بدي أحصل على نفس النتيجة بس إيش؟ بطريقة إيش؟ أسهل بكثير طبعا هناخد كمان فرع على هذا الكلام يعني هنروح علينا بالمسألة نفسها كمان فرع للناس اللي ما ركزتش معايا نشوف مع بعض مثلا طبعا بي حليناها سي حليناها لا نبدأ بسي كان في مزح على مكان من حيث الفرع اللي بعده هو فرع سي اظن هذا الفرع سهل كثير هذا الفرع ايش معناه؟ سهل كثير الواي اوميجا مباشرة عبارة عن ايش في عندي؟ مجموعة الاثنين يعني مسافة البسيط اللي هي هذه في عندي انا ايش في؟ اف بي شيفت فهذا يكون من سيجنال انا بعرف احد تساوي الواي اوميجا تساوي اكس اوميجا ناقص عن ايش؟ والشيفت شو في كاتب ضرب ايش؟ اكسبوننشال بنفس الاشارة بطلع على التيبل اذا انا متذاكر خلصت انا ممكن ابسط هيك خلصت انا ممكن ابسط اكثر الواي اوميجا تساوي اكس اوميجا قبل ما اكمل هذا القانون ايش يمثل رياضيا؟ ايش بسوي انا في هذه المسألة؟ تمام ايش بسوي مثلا؟ هذا مثلا هذا ايش الكافر؟ احنا تعلمناها في حدا في التحليل العددي ولا بطلت في التحليل العددي؟ هذه تكافئ المشتقة الأولى هذه تكافئ المشتقة الأولى بدي أعمل برمجة على هذه الجهة التفصيل بدي أعمل برمجة فهذه فعليا هي تكافئ النيوميريكال سكريبت أو هذه بدل إيش المشتقة الأولى كيف ممكن نفهمها؟ إيش هي المشتقة يا شباب؟ وأنا عندي دالة زي إيش هي المشتقة؟ هي عبارة عن إيش؟ ميل الممد مش الحق؟ بالآن أنت لو عدبرت النقاط على اللي هي الآن هذه هي من الآن قريبة من بعض فالنقطتين اللي من بعض بدون ايش الميل تبعهم هو ميل ايش؟ الممات يعني قلت لك عندي الميل عند النقطة هذه ايش بدي اسوي؟ نقص الممات فبدي اجيب نقطتين على رجلي هيك واقول ايش بدي الميل تبعهم من ثاني زاوية تبعهم فهي نفس العملية هذه فانا عندي خط غض النظر انت بتعتبره خط مستقيم وعندي نقطة هنا انا ناقص واحد شو بتكون الفيتا هنا اكس ايش؟ عند هذا النقطة لو كان عندي هنا ان ايش بتكون في الدالة هنا؟ اكس اوف اي لو قلت لك هذه المسألة معايا زي جيب لي في اكس اوف اي موجودة اكس اوف اي ناقص واحد موجودة قلت لك جيب لي المشتقة لهذه الدالة تقريبا تقريبا تبعها ايش بتساوي؟ إذا أقول المشتقة دي اكس اوف دي على دي بي بتساوي تقريبا ايش؟ الميل ايش ثاني الزاوية هذه؟ ايش ثاني الزاوية هذه بتساوي يا شباب؟ اكس اوف اي ناقص عن ايش؟ مقابل هذا على المجاور ايش المقابل بيساوي؟ اكس اوف اي ناقص ايش؟
اكس ام ناقص 1 معايا كده؟ وش المجاور بتساوي؟ ام ناقص واحد، وبالتالي الشيء عبارة عن ايش؟ ديفرنس ايكويشن، هي بدل ديفرنشال بدل المشتقة من الأولى، هذه ديفرنس من المشتقة الأولى، يعني ديفرنس من الدرجة الأولى، أو خلينا نقول مشتقة بالعربي مشتقة لأن هي نفس الشيء، مشتقة من الدرجة الأولى في الديسكريت، فلذلك عرفنا إنه مشتقة من الدرجة الأولى ايش تحويل تبعتها؟ تحويل تبعتها بالشكل هذا. طب ليش أنا بحكي هذا الكلام؟ ليش من نربط رياضيا ونشوف؟ لأنه بيسهل علي حل المسألة اللي بعدها. ايش المسألة اللي بعدها بحكي لي اللي هي قاعدية؟ ودي واي اوف ان بتساوي السمشن من ان بتساوي سالب ان من هنا نقول من كي لان اكس ايش؟ كي. هذه الحالة ليش تمثل رياضيا في السكرين؟ في هذا السيستم ايش بيعمل؟ هذا بيجي بالتكامل، ما يكاد التكامل. ليش التكامل هو الثالث والثاني واحد؟ شوف لك عندي تالت زي كمان السالب من هاي الى دي اكس تاو دي تاو. ايش هذا بيساوي فعليا؟ هو بيجمع فيها الداله بس انفينيتي سمول ستيب ستوب اللي بقول الستيب اللي بقولها من بين السامبل والسامبل انفينيتي سمول تو الى ما لا نهايه. هو بيجمع اللي هي السامبل ورا السامبل ورا السامبل بتصير مساحه بيجمع كل فيها السامبل لحد ما اوصل للدي. ايش عكس هذا الكلام؟ قلت لك ايش عكس هذا الكلام؟ مشتقه، مشتقه الطرفين. ايش بحصل معنا؟ هذه الداله نفس المبدا، هذه الداله ايش معنى بتساوي؟ تجمع قيم الداله بتساوي من النهايه الان. الاكس اوف ايش؟ اكس اوف الداله بالدرجه اكس اوف كي او اكس اوف اي. ايش بيساوي هذا فعليا؟ لو كان مجموع قيم الداله الان كان بكامل الداله بتساوي من النهايه الان. فمعنى بعكس التكامل شو هو؟ مشتقة الطرفين، ايش مشتقة هذه قلنا؟ واي مشتقة هذه مشتقة الاكس، مشتقة الواي شو بتساوي؟ صح؟ وايش عكس الاشتقاق؟ ايش عكس التكامل؟ قلت انا بلغي التكامل بالاشتقاق، صحيح؟ فانا هنا لغيت السبميشن عن طريق اللي هو ايش؟ الاشتقاق. فكان صارت مسألة سهلة كثير، هيك انا صورها زي الفل. انت ايش علاقة الاشتقاق بالواي فورمينج ايش بتساوي؟ مضبوط؟ نفس اللي فوق بس صار واي. انا بس بدي مين؟ واي كوميك، واي كوميك عامل مشترك، ايش صار عندي انا؟ يعني انت شو كنا بنساوي؟ ربط هو في مسائل يعني في مش بفضل الماده هذه، في مواد ثانيه كمان. لكن اخر عيال في بنفس الضباط، يعني هو اعطاني فرق سهل كثير اللي هو بي عشان يخليني افكر في سي مش الحال انه بالاشتقاق. فلما اشوف بي على طول هذا ذكرت انه اشتقاق انه سهل، يعني التعامل مع الاشتقاق احسن من التعامل مع ايش؟ مع التكامل، يعني في هذه الطريقه الثانيه، بس الاشتقاق دائما احسن من التكامل. فايش سوينا؟ قلت في عندي انا تكامل في السكرين، طبيعه التكامل في السكرين. عكس وقت الاشتقاق، فاشتقينا الطرفين. مشتقد الواي قلنا مشتقد اكس فاينل ناقص واحد، مشتقد الواي واي فاينل ناقص واحد، مشتقد الزد او كان زد الحال. زد الفعل ناقص زد الفعل ناقص مشتقة لدينا الدالة ومشتقة التكامل اللي هو مشتقة تلك التكامل بحصل على الدالة الأولى بخلص وبصير ده مسألة سهلة كثير مش فيها أي مشكلة تمام؟ ضل عندي ايش؟ الأطفال الباقي اكتبوها عشان نمسح من هنا الدالة يا شباب اللي كتبتها هناك واي ان بتساوي اكس اوف 2 ان ايش بتساوي؟ ايش بتعمل؟ يعني السيستم هذا ايش بتساوي؟ سكيل بالضبط ايش بتساوي؟ لو انا عندي ملف صوت دخلته على هذا السيستم ايش بيطلع؟ صوت منضرب ايش بسوي فيها فعليا؟ بفقد نص الثانية بخلي النص الثاني يعني الزمن تبعه اذا كان مثلا 20 ثانية وبصير ايش؟ 10 ثواني وبصير معي اللي هو ايش؟ انا باخذ اللي هو ايش؟ نص السامبل، النص الثاني يجمع الروح، ليش؟ لان لو انا عوضت واي صفر ايش بتساوي؟ اكس صفر عادي مش المشكله، طب واي واحد اكس اثنين، واي اثنين اكس اربعه، طب وين راح القيم الفرديه؟ راح طب معناته ايش بسوي انا معها؟
عملت كومبريشن للدالة، ده تطلب بس نص القيام نص الدالة كيبين أو نص الوضع أنا إيه بعمل ذلك مشكلة. هذا عملية لما أضرب أنا برقم بعمل عملية كامبريكات عملية كومبريشن إني بري نص السالس بري نص السالس. هذا مثلا بستخدموها في الإيميج إنه أنا بقلل على رمية السالس بحيث أحصل على حجم عناق أصغر. طبعا ده شرط دائري لو كان ايميج برضه مش هشوف انا هذا بشكل واضح الا اذا كان الايميج الكواليتي تبعته تعبانه. الكواليتي تبعته تعبانه عملت العمليه هذه بتصير لما يصير تشوه بتصير بلكي. طيب ماشي قلنا هذا الطريقه تبعته ايش معناها؟ نفس طريقه الحل المساله الاولى عندي انا ايش غيرت انا بالان وبدي اجيب ريا. طب تعمل عليها مشكله زي ما عملنا بدي اقول هنا واي قبل ما نعمل مش بالسالب يا شباب. كتبنا واي وأوميجا بالهامش، إيش بدي أسوي الآن؟ بدي أجيب واي وأوميجا بدلالة مين؟ إكس وأوميجا، وبالتالي لازم تبدأ إكس وأوميجا وخلت أعمل فيها مانيبيليشن، القانون تبعها لحديت بحصل على أي جزء، لحديت بحصل على جزء الكافر الواي، اللي هي إيش يعني هذا؟ يعني بتحصل من قانون الإكس وأوميجا على هذا القانون بكون خلصت. طب نبدأ إكس وأوميجا بتساوي زي هيك، عشان أوصل لهناك صنيش الموجودة. X of n هي إشي أساسي بالدالة إذا تصير X of mu n بعد بعمل عملية إيش؟ بشيل كل n ونحط لها إيش؟ mu n هي الـvariable transformation عملناها المرة اللي فاتت. بس ليش الـvariable transformation هنا بتسويش مشاكل؟ إيش أقول؟ طب الـvariable transformation ولا الجهة الـm هاي بتكون متساوي من النهاية لمعنى النهاية بالـm كانت بتكون من y لإيش؟ متساوي باي لما لازم ناخد كل حديث لنعمل transformation هنا مش مشكلة على طول هنا بكل سهولة طالما تجي التكامل او الصرميشن من سالب مال النهاية لمال النهاية ايش بسوي شباب بس؟ الشيء هذا تحطه لها ايش؟ انا على كريم هو شرطة مش الحالة كان بيسمع انا والشيء هذا تحطه لها ايه؟ انا على اثنين اعداد الشيء هذا تحطه لها ايه؟ اثنين فعملنا زي نقارن هذا صنيشن صنيشن اكس 2 اكس 2 اكس 2 اكس تغيرت بدل ما كانت مضبوطه صار فيها مشكله صارت هذه سالب جي 2 اوميجا ان بدل ما اخليها زي واي معناته ايش بدي اسوي؟ بدي اشيله لو شلت تقلبي لنا انت بقدر اغير فيه اوميجا وان اذا شلت ان ورجعت انا جاي الاول بس ايش بضل عندي؟ فاهمين علي ايش بحكي؟ كده انت خارج اما بتغير اوميجا خليها نص اوميجا او غير ان وخليها نص ان طب بتغير نص ان بس ما بتعملش شيء مش هذا بس اذا غيرت اوميجا خليت اوميجا على اثنين حطيت على طول على ايش؟ على الواي فشيل ريبليس ريبليس اوميجا باي ايش؟ اوميجا على اثنين وانا ايش بدناش ننسى هذا الكلام الطرف اليمين هنا لازم يفضل يساوي الطرف الشمال اوميجا على اثنين فهذه بدها تصير اكس اوف ايش؟ اوميجا على اثنين ايش بدها تساوي؟ تمام؟ اوميجا تصير اسهل هاي اسهل من المره اللي فاتت لما عملنا اللي هي الفاليو ترانسفورميشن هذا شو بتساوي على طول؟ الله اكبر بتساوي هذا واي اوميجا ايش بحكي لي بالكلام هذا؟
انه مقدار الكومبريشن في التايم بصير اللي هو ايش اكسبانشن في الفريكوانسي دومين. نفس اللي بالظبط ايش سويت انا، يعني انا عملت ديسيميشن في التايم، مش يعني ديسيميشن في التايم، اخذت نص السامبلز في التايم، فلت يعني ايش صار اذا المده اللي الداله هذه كانت 10 ثواني صارت 5، بدل من 10 لايش؟ ل 5. ايش صار في الفريكوانسي دومين؟ اذا كان الباندز اللي عم بيها مثلا 10 كيلو ايش بصير؟ بصير 20 كيلو، ليش؟ لانه صار ايش؟ اوميجا على 2، فلو كانت اكس اوميجا مثلا زي ايش؟ اكس اوميجا كانت زي ايش؟ اتوقع تكون هذه كانت مثلا 5. ايش اتوقع تكون اكس اوميجا على 2 على طول؟ 10. نفس القيمة هذه بس ايش حصير لها؟ 10 وايه؟ سالب 10، صار فيها اكسبانشن. فدائما في مفهوم عكسي ل الديوريشن في التايم والباندلز في الفريكوانسي. كل ما قل اللي هي الويدث تبع الداله يعني التغير فيها صار سرعه، ايش بصير في الفريكوانسي تبعها؟ يعني لو انا عندي داله مثلا بتتغير 10 كيلو متر في السكند مثلا او 1 كيلو متر في السكند، ايش معنى هذه الداله نسبيا؟ ايش معنى؟ بتتغير لكل بت بياخذ قد ايش الزمن تبعه. مثلا قلنا في عندنا داله زي مثلا 1 كيلو بت في السكند، قد ايش الديوريشن تبع البت معنا؟ 1 ملي، تمام؟ طب لو انا بدي ابعت داله اللي هي بتاخذها مثلا 10 كيلو بت في السكند، هذه هي التي بي، قد ايش قلنا انا؟ 1 ملي، قد ايش انا بالتي بي؟ 1 ملي، طيب؟ اصغر. مين بتتوقع الباندس اللي بحتاجه انا اكبر؟ قلنا ايش في علاقه عكسيه بين المده بالزمن، بيريد في الزمن وايش؟ والباندس بالفريكوانسي. هذا ايش معنى؟ بحتاج ايش؟ اقل. باندس اقل من هذه، هي المده اقل هنا بالتايم، بس الباندس تبعها ايش معنى؟ اكبر. من وين بشوف هذا بالرياضية؟ نعم. ايش بقول لي؟ انه كل ما الداله بالديوريشن تبعها اقل بالزمن، ايش بصير بالفريكوانسي تبعها؟ بزيد، محتاج له باندلس بالهيرت او بالهادي اكثر. يعني هذه مثلا لو احتاجت 1 كيلو هيرت عشان ارسلها، هذا بتحتاج كم؟ 10 كيلو هيرت عشان ايش؟ ارسلها. ليش؟ لانه كل ما قل الديوريشن بالزمن كل ما زاد هون ايش؟ السامبلز موجود معنا. طيب على طول اخذناها لان هذا بس مش يعني لو اجت داله زي هيك هي الديوريشن بعدين مش اشطر. هذا بس صار معنا مش لازم اخذ محاضره، ممكن احل على طول. طب انا لو قلت لك بدي الواي الان حطيت اكس الان على 2، في داعي احط ثاني؟ ايش بتغير هنا؟ فاكتور هذا الفاكتور ايش صار هنا؟ اثنين كومبريشن ايش صار؟ قسمت عليه وعند نفس القوانين بالضبط، واي في اوميجا ايش بدها تصير؟ اكس في اوميجا بدها تصير نفس القانون، اوميجا على ايه؟ على نص، لان هو ايه مضروب نص، فايش بدها تصير؟ اكس في ايش؟ إذا قلنا لك طب واي الآن بتساوي إكس 3 أم برضه كومبريشن، إيش بتصير يعني؟ بتقول لك ثلاثة أو طول بتصير إيش؟ 3 أم. هذا إيش معناها؟ هذا بالعكس، إيش بقول لي أنا؟ الإكسبانشن في التايم لما بخلي الدالة ضعف الزمن تبعها في التايم، إيش بتصير الفريكونسي تبعها؟ النص، الأوميجا هذه يعني إيش بتصير الفريكونسي دومين منها؟ النص، وفي دائما علاقة عكسية بين التايم كومبريشن وإيش؟ والفريكونسي زاد اللي بتاخذه إيش؟ الدالة. تمام هيك؟ بس شو ممكن تعيد القيمة على السريع تاخذ واي؟ احنا ايش سوينا؟ بدينا من واي فورمولا بتساوي هذا، تمام؟ بتحصل عليها. وكيف بتحصل عليها؟ بدي احول اكس اوميجا بحيث تحصل على ايش؟ على واي اوميجا، واخذت الطرف اليمين هذا يساوي الطرف اليمين هنا. واي مودفيكيشن هنا، مش انا بدي واي لحالها. بديش الاكس بدلت الواي، بدي الواي ضل زي ما هي حالة تتصفى بدلت الاكس. فاذا بدنا نحاول نعمل ماشي بين اثنين، فطلعت يعني اكس الثانية ايش؟ 2 ألف، فمعناتها واحد بدي اشيل اللي هي تقل هناك وخليها 2 ألف عشان تصير تساوي هذا. عشان اشيلها بدي اشيلها في كل مكان عشان تصير في مشاكل. هذه بدنا ما تبقوش كثير، ليش؟ لانه بتضلها تروح من السالب بين النهاية لبين النهاية، لو انا بتروح من السالب بين النهاية لبين النهاية، 2 ألف برضه بتضلها تروح من السالب بين النهاية لبين النهاية، مش مشكلة. لو انا زائد 1 وضعها بلا تروح مثال بين النمل بعد كل عدد. فبشيل انا بس كل بساطه بشيل انا المحط بدلها ايش؟ اللي هو ايش؟ بشيل كل انا المحط بدلها 2 ألف، بشيل كل انا المحط بدلها 2 ألف، ما فضحش مكان وخربت بين المكان الثاني، بس سهل التعامل معاه لانه العلاقه بمين؟
بيجيب اوميجا، فانا عشان اخلي هناك كالوري في سائل بيجيب اوميجا ان خلية زي هذه لازم اشيل كل اوميجا واحط بدالها ايش؟ اوميجا 2 2 نص 2 ايش بصير؟ 1 بصير هذا ايش بس لكن بغير هذا بغير في الطرفين كأني انا شلت الاوميجا بهذا المعادلة واحط بدالها ايش؟ اوميجا 2 حصلت على ايش؟ على 1 اوميجا اللي انا تمام ايه؟ اي بس لو كان العكس لو كان الحالي 3 ان ايش بصير؟ انا بصير 3 اوميجا معناته بصير هذا اوميجا على 3 1 تمام؟ خلصنا هيك الحلول المسائل بتدرب شوي انا ايش في الشابتر 5 نشوف مع بعض كيف نتعامل مع اللي هو اول سؤال في شابتر 5 كيف اجيب سيستم اللي هو السيستم اللي عندي كيف اتعامل معاه بعدين المره الجايه المحاضره الجايه بتاعتي اللي هو ريسبونس للكومبلكس ساينوسويد خلينا المره الجايه نحكي عنه وبشوف الان ايش بتاخذ بالكاف زي الامبير هذا يعني بتاخذ بالكاف واجيب له الماجنتيود واجيب له ايش؟ واجيب له هذا السيستم سيستم وضع علاقة الانبر في الارض وصف هذه هو ايش؟ الماجنتيود والفيز ريسبونس. اول حاجة احنا قلنا لاي سيستم فيه ثلاث طرق التحسين، اي سيستم في الدنيا خلينا نسافر كلها عفوا نخلص كتابة اي سيستم في الدنيا ايش في عندي يا شباب؟ ثلاث طرق التحسين السيستم ايش هتمر الثلاث؟ هنا قابلية انه انا بدي اعمل مثلا فلتر او بدي اعمل امبليفاير او اي سيستم ثاني في عندي ثلاث طرق رياضية للتنفيذ، أول حاجة معادلة رياضية، معادلة رياضية بتحط الانبوت في الارض هي معادلة تفاضلية أو في هذا السياق بتكون ايش اسمها بدل معادلة تفاضلية عشان السكرين بنسميها ديفرنس ايكويشن، يعني عبارة عن ديفرنس ايكويشن بتربط الاكس بتاعته في ايش؟ الواي فاي. الطريقة الثانية ان اجيب كان سيستم لينير بان انفيريان ولا كل سيستم بتاعنا مثلا لينير بان انفيريان بجيب الانبارس ريسبونس والفري ترانسبورت منها عبارة عن ايش؟ الترانسبورت فانكشن يعني عرفت بتربط الانبوت بالاوت. كيف ممكن اجيب الانبارس ريسبونس مباشرة من هذا؟ طبعا الطرق سهل ان اجيب اذا عندي واحد ولا ثلاث صور، ثلاث صور للسيستم. اذا عندي واحد بقدر اجيب الاثنين الثانيين مباشرة. هو يطالب هو واعطيني الطريقة هذه بده مين؟ بده الاشف اوميجا. مش الحالة الطريقة الثالثة. طب لو هاي بدي الطريقة الثانية بدي اشف انا بدي الانبوت ريسبونس، كيف ممكن اجيب الانبوت ريسبونس يا شباب؟ ايش هو الانبوت ريسبونس؟ لغويا ناحية لغوية اصطلاحا يعني لا ممكن كمان انبوت ايش هو؟ ترجم ريسبونس يعني استجابة، استجابة للسيستم لما يكون الانبوت ايش؟ انبوت يعني الانبوت ريسبونس هي رمزة اشف انا اشف انا هي عبارة عن استجابة السيستم طبعا كلمة هي لما يكون الاوتبوت انبوت عبارة عن ايش؟ انبوت يعني هي لما تكون اكس اوف ان بتساوي ريتا اوف ان انبوت استجابة له ايش بتكون؟ اتش اوف ان تمام؟ معناته من هناك لو انا شلت كل واي حطيت بدلها اتش حطيت كل اكس حطيت بدلها ريتا تكون مباشرة ايش هي الواي اللي تصير؟ اتش اذا ما في استجابة لايش؟ لا انبوت كيف ممكن هذه بقى تشوف اوميجا بحول طريق ترانسفورت لهذه او لهذه اثنين المفروض يعطوني ايش؟ اتشوف اوميجا بس قبل ما نحول لاتشوف اوميجا هذا السيستم رياضيا يا شباب ايش بيساوي؟ هذا السيستم معادله رياضيه ايش بيساوي رياضيا؟ ايش بتعمل؟ بتجمع ثلاث قيم بتقسم على ثلاثه بتحطهم في ايش؟ المتوسط الرياضي للثلاث قيم بتحطهم في القيمه حاليا تجمع القيمة الحالية تجمع ايش؟ السابقة والتالية والقيمة السابقة والقيمة ايش؟ اللاحقة وبتحطهم في القيمة ايش؟ حاليا هذا العمل ايش بيسوي؟ بتعمل لي افريجينج وين بستعمل الافريجينج انا؟
لأنه بتعمل سموثينج لشيء معين، مثلا لو في صورة بتعمل عملية سموثينج أو بدي أشيل منها النويز مثلا، أو في ملف صوت، في ملف الصوت هذا في سبايس في نويز يعني عالي بيعمل لي إزعاج، بدي أشيل هذا النويز، كيف بسوي؟ باخذ اللي هي ايش عملية الكفرج، يعني شوف مثلا لو كان عندي صورة، صور هذه الصورة قديمة، صورة قديمة مع الزمن بتنكر، صحيح؟ يعني هون هذه الصورة، صورة الحج مثلا، صورة قديمة بتصير بالأبيض والأسود، مثلا بقعد على سنين وطبعا الى مثلا تخصيص الفلتر الصوره بين الاولاد فيها ايش؟ اللي هو بيضحك ومفهوم الجلد كامل، بيضحك اللي هي ايش؟ اللي هي ايش؟ اللي هي الصوت اللي هي خلفيه زرقاء للصوره وخلفيه صوت صارت ايش؟ سلبيه عكس التراك، هذا بتسميه بين وايت بيرسون نويز، النويز جاي قيمه مخالفه لايش؟ للباقي كمان. كيف ممكن احل هذه المشكله؟ لو انا حط الصوره على الفوتوشوب بعملها عملية افريج فلتر، مش الحال؟ كيف الافريج فلتر بيساوي؟ بيجي طبعا بدل ما ياخذ 3 سامز بياخذ 9 سامز لانه هذا ترو دايمنشنال، وبيجي زي بتقول ايش انا بساوي؟ بجمع السامز الحاليه واللي حواليها وبخزنهم وين؟ القيمه الحاليه وبكرر هذه العمليه، يعني افريج بروح على اليمين بروح على اليمين وهكذا، كل مره بساوي كل مره ايمج بتطلع معايا كل نقطة فيها ايش بتساوي؟ مجموعة النقطة المركزية وايش اللي حواليها على ايش؟ على 9، فبيعمل عملية افريج، تصور انه مثلا اللون اللي موجود هذول التسع نقاط كلهم نفس اللون مثلا الصفر، وهذا اللون المخالف مثلا كان مثل دلوقتي 255 أو العكس، ايش بصير معايا؟ بجمع صفر زائد 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 255 على 9 كله ايش؟ هي بتنزل القيمة كثير، نفس العملية القيمة النهائية، نفس العملية القيمة هذه، ايش بصير معي؟ بحصل على لون ايش بعمله؟ قريب من الأبيض أو قريب من الخلفية، ماشي الحال؟ فبلغي ايش؟ بلغي الوايت جاوسيان نويز. طب هذا الكلام اللي أنا بسويه يعني كان لي راجع بتجي مكالمة مهمة مش عندي مشكلة، بس ما يرجعش، ماشي الحال؟ إذا الشرطة بصير يرجع ثاني. فتطلع مش عندي مشكلة، كلم كلامتك بس ضلك برا، ماشي الحال؟ إذا كان مهمة كثير يعني إنك تطلع على المحاضرة مش عارف في ناس الوضع يصير زي قبل يعني الناس طالعة ونازلة أنا بعتبر إنه واحد أو اثنين بيجي معهم حالة طارئة بس مش الكل يعني مسالك في البلد مش الحال؟ بأثر على شيء شو بأثر؟ بأثر على الهاي فريكوانسي. ايش الهاي فريكوانسي؟ ايش الهاي فريكوانسي في الصورة؟ اللي هو التباين. ايش يعني التباين؟ يعني اللي هو الفروقات في الألوان هو اللي بيترجموا أنا يعني بعمل فريق ترانسفورمر بشوفه هذا في الهاي فريكوانسي. يعني لو أنا عندي مثلا أنا مصور لابس قميص أبيض مش أسود وفي الوضع خلفية بيضاء. فرق بين اللونين كبير، يعني أسود وأبيض، هذا ايش بيكون؟ تردد عالي كثير. تردد هذا عامل تردد عالي كثير. الان بغض النظر عن التردد انا لما باخذ افريج ايش بساوي؟ القيم اللي حوالين هي لما انا بقرب هذه المسافه عندي انا في مناطق غير ابيض ماشي الحال؟ واخذت الافريج ايش بصير في هذه المناطق؟ رمادي في حد رمادي 100% بده يكون في حد فاصل 100% هاي فريكونسي ما بين اللي هو هذا وهذا ايش بصير معي يا شباب؟ بصير معي الليرنج الايمج نفسه ايش ماله؟ بيمتد هذا شوي بس بدون اخف شوي سكني بس صار بدنا نفرق ما بين الصوره والخلفيه ماشي زي اذا عملت عمليه كرات اكثر من مره واخذت اللي هو الافرج بدل ما اخذ 9 نقاط اخذت مثلا 20 نقطه 30 نقطه قلت 30 تغيير هذا بس بصير معي الهاي فريكونسي بتروح فرق قديش قد بقدر اضحك الهاي فريكونسي الصور اللي الظاهر في شيء فيها هاي فريكونسي كثير مثلا صور فيها مثلا شرايط خلفيه مثلا شريحه بيضاء وشريحه سوداء شريحه بيضاء وشريحه سوداء فيها هاي نفس العملية في الصوت يعني انت بعض احيانا الصوت لو دخل عليه الكترومغنت انتفيرا سال ايش بتسوي لي؟ تعمل لي هيمنة في الصوت تعمل لي ايش؟ فجأة ايش؟ زي البنطات تعمل لي خلنا في ايش؟ خلنا عالية في السماعة فانا بقدر الغيها نفس العملية كيف الغيها في الفلتر هذا مش شرط اخذ 3 سامز ممكن اخذ اكثر نفس العملية قبل ايش بتسوي؟ هتنزل سبايك هذه ايش؟ لقيمة عالية كثير بس بنفس الحاجة ايش بصير معايا؟ بوطاج بوطاج بروح الهاي فريكوانسي منه ايش الهاي فريكوانسي تبع الصوت اللي هو الحديه
حدة الصوت، يعني هي كيف مثلا لما تسرق حاجة بحاجة أو صوت النساء حكيت تبعت إيش ما ولا دايم تقول حكيها عن صوتها لو لوفك واسع عالي صحيح صوت الزلمة بس التردد تبعه إيش معلوم أو إيش ممكن إحنا نأخذ خطرة مثال على هاي فريكوانس السيجنال برضو عالية شوية أحيانا والصوت الولد صغير الطفل الصغير التردد تبع الصوت تبعه من حد من ربنا يعني إنه مش عالي بس أحيانا في توصل الولد صوته بيكون خفيف شوي الولد وأنت تعبان بس مميز صوته إيش معلوم عالي مش عالي حديته عالي كثير ممكن يكون في شغل في الشارع وفي واحد عماله بالكمبريسر شغال ماشي الحال الولد بعيط في وقت النوم ونام في المطبخ تسمع على طول في فلتر في مخه ايش ماله بترجم ايش بترجم بركب الصوت يعني لا بسمع صوت الولد بنام الولد والولد بعيط طبعا كيف الولد بعيط كيف عرفت انه ايش هي دائما سبحان الله بتكون مصممه انها ايش تسمع الحديه هذا الصوت اللي هو ايش العالي فالابرج بشكل عام ايش قلنا بيساوي الابرج بخفف الترددات خلي الترددات ايش القليلة وشيل ايش الترددات العالية اشوف هذا الكلام وين احنا كل الكلام اللي حكيته هذا بدي اشوفه انا في الفريكوانسي دومين بدي اشوف انا في الفلتر كيف بيسوي لو انا بلفظ انه بشيل بقدر الترددات القليلة وبشيل الترددات العالية بدي اجيب اشوف اوميجا وارسم ما اشوف اوميجا هذا هو المغزى من كل الكلام فلو جبنا اشوف اوميجا ايش بتوقع شكلها اذا هذا الابرج فلتر على كلامي انه المفروض اشوف اوميجا ايش تكون طيب شباب لو بس لو بس تقصد هي الترددات القليلة وبتشيل ايش؟ الترددات العالية فأنا لو أخذت هي ايش؟ أتشوف من هنا أو من هنا نفس العارفين إنه من هنا عشان ايش؟ وهذه سبعة وأقول لكم معنا ايش أتشوف أوميجا بتساوي؟ بدي أجيب واحد أوميجا على ايش؟ ايش بتساوي؟ ايش أتشوف أوميجا بتساوي؟ واحد أوميجا بتساوي أتشوف أوميجا بمين؟ أتشوف أوميجا مش هتخلون اللي هو الكبير؟ أكشف من السبب الواي على إيش؟ أو تعالى كمل. فنجي أشياء تصير في الفريق. ما هي نفسها؟ هو ليش فهمي كانوا مشترك؟ مظبوط؟ معناته إيش اللي سيستم هنا يعني أكشف فهمي على طول؟ قسمت الواي على ذلك دول واحد زائد بي جي اوميجا مش حولت الفورير الترانسفورم لو درسوا بالماجنتيود هذا الكلام ايش الماجنتيود هذا الكلام ايش قلنا عشان اجيب الماجنتيود بديش اشوف الجي بديش اشوف الجي او بتحول اللي هو الداتا هذه لماجنتيود اكسبوننشال ايش تمام؟ فعندي هاي بتساوي تون شوف ما ايش البدل انا بعرف هذا ايش هو ميكوزاين تمام؟ طب ايش بدنا نبدا هذه الداله وايش الفيت على اول تعلمنا؟ ايش هي الداله حقيقيه ولا كومبلكس؟ هي جيب؟ نعم ايش الماجنتيود تبعها؟ صفر وبار ماجنتيود حقيقه كله كام؟ والفيت صفر صفر وبار طيب شوف اوميجا بدها تساوي ايش ماجنتيود؟ بدأ تساوي ايش؟ ثلث والماجنتيود واحد زائد ايش؟ والفيل اما صفر لو كان واحد زائد اثنين بالضاي اوميجا اكبر من صفر او باي لو الماجنتيود هذا ايش معناه؟ كل الكلام اللي بنحكي عشان ارسم ايش؟ عشان ارسم الماجنتيود طبعا لو ارسم الماجنتيود تتعلمها المره اللي فاتت على الماتلاب شو بدي اعمل سويب الفريكوانسي بتقول اوميجا بتروح تساوي باي لباي اش بتساوي هذا الكلام وبلوت اوميجا مع ايش؟ مع اش لو رسمتها يدويه سهل ارسمها يدويه لو بدي سهله كيف ارسمها يدويه يا شباب؟ الظاهر المفروض اثنين مثل حوالي تمام او بعوض هذه الداله ايش معناها؟ داله حقيقيه داله بالزمن هذه داله فيها جي هذه داله حقيقية معناته دائما الماجنتيود تبعها ايش قلنا؟ ايفن فانكشن او حتى ما بتعرفش تطلع هذه ايش معناها؟ ديزاين اوميجا ديزاين اوميجا ايش معناها؟ داله ايفن دائما الماجنتيود اللي بناخذه احنا حتكون ايفن فانكشن انا حكون لها داله ايش معناها؟ حقيقية الداله الحقيقية الماجنتيود تبعها ايفن ايش يعني ايفن؟ يعني برسم النص اليمين هو نفس النص الشمال طيب انا بس برسم السالب واي لباي ايش يعني الداله ايش معناها؟
سكريت ايفن سكريت وبتخلص من الصفر لباي وبتخلص من السالب باي لباي الشرط اللي عملته مع النهايه بتكافئ بس على ايش؟ على فتره نظرها الاول. لو صار طبعا بعوض النقاط يعني عوض مثلا عنده الصفر ايش بتطلع كيف تتدلى؟ الثلاثه على تل باي واحد. لو عوض عند الباي بتطلع قديش؟ سالب واحد سالب واحد واحد ناقص اثنين سالب تل مثلا بحكي شرط مجنيتيود بتطلع ايش؟ عبارة عن تل. لو عوضت عن 90 0 1 تل الباي 90 صفر الباي 90 صفر على الحاسب هذا فايش ناطيني انا برضه؟ تل. مع انا بتخيل الداله هي نازله زي هيك صح؟ يعني الصفر ناقص تل انا اللي جربتها فبقت هي لازم توصل لوين هنا؟ لازم توصل للصفر بعدين ترجع تاني. انا بعوض في نقطه 13 عشان اتاكد مش عوض انا بس ما اعرف واحد مش تحكي لها يعني مش بدك ترددات اقل من باي على 2 تنضرب في الفاكتور مش ماله عالي ترددات قليله تنضرب في الفاكتور واحد او ايش؟ يعني بتضلها تعمل زي ما هي او ايش؟ او بتخش شوي وزيها بس الترددات العاليه هي يعني كلها بتضرب في قيمه ايش؟ تل او ايش؟ او اقل فالترددات العاليه اللي هي الحديه اللي بالصوت والحديه اللي كانت بتكون من قبل ايش؟ فكل الترددات القليله ايش مالها انا؟ بتفوت مش الحق؟ بتصير ايش؟ لانه انا كل كم بول في التردد القريب بضرب في واحد قيمه قليله قريبه من الواحد بضرب زي ما هو واي تردد ثاني بالعالي بضرب قيمه ايش؟ اتنيويشن من دار يوت او اقل صفر يعني في بعض الاحيان فايش بروح؟ فهذا اللي هذا اللي الصوره تقريبا مش لو باس فلتر هذا تقريبا ايش معناه؟ لو باس فلتر انه بدخل الترددات العاليه والترددات القليله اللي هي الترددات القليله والترددات العاليه ايش معناها؟ بشكل كبير هي الكافية هذا العالي الأعلى تردد عندي في الدنيا هذا في السكريبت هو ايش؟ باي فلما بقول من باي على 2 لباي هذه كلها الفترة ايش بعد بضربها؟ هذه أهل ايش هي هذه الدنيا ايش هذه؟ هذه ايش هي؟ اتش اوميجا طيب واي في اوميجا ايش بتساوي؟ بتساوي اكس في اوميجا في اتش في اوميجا بقول لك إذا كان تردد الانبوت اكس في اوميجا قليل ايش بضربه؟ بضرب له واحد تقريبا مش هي مبدا لو بس هيك بالضبط لو بس هي ايدر ايدر لو بس سنتر زي اذا تردد بهي ايش؟ فكيف بضرب زي تردد في هذا فين؟ بضربها في ايش؟ في واحد لو ترددها في هذا فين؟ بضربها في ايش؟ في صفر هي نفس الموضع بس تقريبا اذا الدال اقل من باي على اثنين بضربها بقيمه ايش مالها؟ اعلى من تل واذا الدال ترددها اعلى من باي على اثنين لباي وطبعا قيمة ايش مالها؟ ترددت لما ضربت الصفر ايش بسوي؟ الترددات القليلة بتضلها زي ما هي تقريبا والترددات العالية بتصير اتنيويشن هي تنويشن او صفر في بعض الاحيان لانه القيم اللي هي هذه تقريبا بتكون ايش؟ لا صفر هو الكافي تقريبا عملية لو باس ايش؟ فلترنج ايش بتسوي؟ يعني بتعمل عملية ايش؟ سموثنج بتعمل عملية ايش؟ سموثنج يعني لو انا في عندي ايمج في نويز بعمل له ايش؟ بعمل له عملية ايش؟ سموثنج باي لو باس سواء اني طبقته في التايم دومين او في الفريكوانسي دومين المفروض يعطيني نفس النتيجه ماشي الحال في سؤال يا شباب على الكلام اللي حكينا بس كيف بدك تروح زيرو صارت واحد لو تضربها بزيرو بتطلع زيرو مش واحد يعني انت قلت كل اللي تحت الباي على اثنين بضربهم بواحد تقريبا يعني لو انا عندي داله اعطيك دالتين هو ايش؟ الآن تخيل عندي دالة زي مش الحال هذا ايش معنى الدالة في اوميجا هيك هذه اوميجا هذه ايش لو فريكونسي سيجنال لو فريكونسي سيجنال لو بفوت على هذا السيستم يعني لو عندي سيستم زي هيك اوميجا فوت على اكس اوميجا ايش بصير الاوتبوت؟ اصل ضرب اكس اوميجا بمين؟ اكس اوميجا معناته ايش بصير عندي؟ واي اوميجا ايش بتساوي؟ تقريبا هيك زي يعني نفس الحاجه بس ايش تنزل شويه مع ايش؟ مع النزول هذا، بلا تقريبا ايش معنى زي ما هي تقريبا ماشي؟ الان لو الداله كانت لو كانت الداله ايش مالها؟ بالهاي فريكونس يعني زي من باي على اثنين من باي على اثنين لباي فمتى ايش واحد؟ هذا ايش مالها؟
اكس كوبين، هذا قدامك هذا خط على اتش كوبين، ايش بصير؟ تنزل لتحت هذا المنطق هذا الصفر، ايش بصير هذا الهاي فريكونسي كومبوننت ايش بدها تصير؟ اذا تنزل طلع ايش تاثير الدال على اللو فريكونسي؟ بسيط بسيط، بس تاثير الدال على الهاي فريكونسي، تصور دالنا ماشي على الرينج كله، الداله كلها ماشيه على الرينج كله، ايش بصير فيها؟ الدرجات القليله بتضلها زي ما هي، والدرجات العاليه ايش مالها بصير فيها؟ بتصير بتكافئ عمليه يعني بتكافئ بسبب 20%، يعني بسبب عمليه فلترنج لايش؟ للداله. هذه وين بشوفها 100%؟ لو كان الفلتر هذا ايدل، ايدل فلتر بشكل بيكون زي اون اوف، هيك بيكون عندي كومنت. فبصير هذه الدرجات العاليه بتضرب دائما بالصفر، بيتجه انها درجات عاليه بتضرب بالصفر، والكومبوننت اللي هي درجات قليله بتضرب ايش؟ المحاضرة الجاية ان شاء الله هناخد بس محاضرة باقي المحاضرة هذه شابتر 5 على لو كان انا عندي الانبوت السيستم كان عندي سيستم انا وانبوت المحاضرة هذه.